واحدة واحدة دكتور، يعني مجلة الأحكام العدلية. نعم. إيش اللي سوته مجلة الأحكام العدلية؟ أنه قالت أنه الشريعة ممكن أن تتحول إلى ما يشبه القانون المدني. هي أول محاولة تدوين للفقه الإسلامي؟ تقنين. تقنين عفوا. مش فقط تدوين. لا أقصد تدوين في المجال المدني. في المجال المدني. إيه. وعملوا قانون العائلة، قانون الموجبات والعقود. هي كانت على المذهب الحنفي. المذهب الحنفي. بعدين صارت شاملة للمغاربة، حتى السعوديين دخلوا فيها. في 20 سنة الأخيرة وزارة العدل. الذي أقوله أنها وقعت في فخ كبير. لماذا؟ الشريعة هي الدين، والدين لا يمكن أن يتحول إلى قوانين يعني تصبح إلزامات، لا يعود دينا. الدين مسألة أخرى، مسألة إيمان ومسألة واجبات يقول بها المؤمن وعلاقة داخلية بين الإنسان وربه. جميل هذا النتاج الفقهي أن تستطيع الإفادة منه، بس صارت مع السنهوري ثم مع التيارات الإسلامية طلعوا قصة النظام الكامل، حيث يتحول الدين كله إلى قوانين ويطبقونها هم عندما يستولون على الدولة. فصار الفخ بدل أن كان تقنين الفقه الحنفي أو الفقه الإسلامي للاستعانة به حتى في المحاكم المدنية أو فيما يسمى القانون المدني الشخصية. العام أو القانون الأحوال الشخصية، صار نظاما كاملا باعتبار أنه يمكن تحويل الإسلام كله إلى قوانين في مختلف المجالات. صار في قوانين مالية وقوانين والبنوك اللاربوية. وما الذي يمنع من ذلك؟ الذي يمنع من ذلك أنه لم يعد دينا. ما هو الدين؟ الدين هو إيمان وقناعات شخصية في العمل. فيه بعض الأحكام التشريعية، ولكن أكثرها مسائل إيمانية وثقافية وتعبدية، ولا يمكن تحويلها إلى قوانين. وإذا تحولت إلى قوانين تزداد، تصبح جامدة. وهو كان أصلا نمطهم القانون الفرنسي، قانون نابليون، وبالذات عبد الرزاق السنهوري. ما كان مقصدهم ذلك؟ لا العثمانيين، العثمانيين كانوا يواجهون قصة تحول كانت في مشكلة مع الروس، بدل المحاكم الشرعية، لا بدل هذيك الثانية مسألة الشرعية لمن عندما احتلوا شبه جزيرة القرم. أيوة. الروس 1774 بمعاهدة كينارجي مع الروس، بين الروس والعثمانيين. طيب ما في أئمة وفي خطباء وفي دروس دين وتعليم قرآن وقضاء شرعي في والروسي القيصر أو القيصرة لا يملك سلطة دينية على المسلمين. أبقوا السلطة الدينية بيد العثمانيين، حولوا الخليفة العثماني إلى ما يشبه البابا. وقتها فكر العثمانيين، كانوا مكتفين بالسلطان، فكروا أنه لا خلينا نعمل خليفة كمان. يعني ما كانوا يفكرون جديا في استعادة لقب الخلافة العثمانية، كان اسمه سلطان البرين والبحرين ويكفيه ذلك. هذه مسألة أخرى، مسألة الأحكام الدينية تنفذ بأمر من؟ وهي لا تؤثر على الروس. طيب. 10-15%. إنما عندما تقنن الدين كله، وهذا ما فعلته التيارات الصحوية في 50-60 سنة الأخيرة. ما عادت المسألة مسألة قانون العائلة العثماني أو خلط بعض أحكام الفقه الإسلامي أو شهادات الفقه الإسلامي بالقانون المدني المصري والقوانين المدنية السبعة التي أشرف عبد الرزاق السنهوني في الدول العربية على اشتراعها. صارت مسألة تحويل الدين والدعاء صار أكثره الحقيقة من عملهم هم. يعني البنوك اللاربوية تراعي روح الشريعة، بس عملوا لها قوانين وكذا واتفقوا عليها مع الدول. في كل هذه الأمور صار الدين قانونا وصار نظاما كاملا. يعني صار ملزما. ومن الذي يلزم به؟ بالأول كانوا مع النمير يقولوا أنه نؤمن بك، يعني نخضع لك
إذا طبقت الشريعة، هذه تطبيق الشريعة عندهم، هذا النظام الكامل. بعدين ما عادوا قالوا لا، لا يستطيع أن يطبق الشريعة اللي هي متحولة إلى قوانين إلا نحن. فمآلات المشروع أفشلتهم. طيب.